السلام عليكم ورحمة الله، موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. ندد عدد من أساتذة التعليم العالي بما سموه عدم الإشراك من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في البرامج والاستراتيجيات المتعلقة بالتعليم العالي، وأصدر الأساتذة بيانا طالبوا فيه بتنفيذ مضمون اتفاق 8 مارس 2009 وصرف الزيادة 2015. أطلقت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية ورشة تكوين في نواكشوط بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، تتضمن عروضا حول المعاهدات والاتفاقيات التي وقعتها الحكومة الموريتانية في مجال التشغيل. ويشارك في الورشة عدد من أطر وقادة الكونفدرالية، ويقدم العروض بعض النقابيين والناشطين الحقوقيين. انطلقت بالعاصمة نواكشوط مسابقة في حفظ وتجويد القرآن الكريم، تسعى وفق منظميها إلى تشجيع حفظات القرآن وإحياء ثقافة التنافس في حفظه وتجويده. حفل إعلان الانطلاق شارك فيه ممثلون عن وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي والرابطة الموريتانية لحفاظ القرآن، إضافة إلى بعض الفقهاء والأئمة. يستعد منتخب المرابطون الشباب لمواجهة نظيره الجزائري في مباراة الإياب مساء الأحد بالملعب الأولمبي في العاصمة نواكشوط ضمن تصفيات أمم إفريقيا للشباب أقل من 20 عاما. وكان منتخب المرابطون الشباب قد خسر في مباراة الذهاب التي أجريت بالعاصمة الجزائر بهدفين لواحد. نهاية الموجز، يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الثالثة موجز إخباري بحول الله، دمتم في أمان الله، أطيب المنى.